هو يوم سهيل كريم كل ماء. متابعين ومتابعات شوف تيفي، السلام الله عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من احد اسواق بمدينه القنيطره اللي معروف بسوق الولاد وجيه. حنا كنتواجدوا الان وكيف ما كتشوفوا تبارك الله خير صافي كاينه الحمد لله، وهذا شيء جميل في هذا الصباح يوم الثلاث. كيف ما كتشاهدوا معنا تبارك الله السردين موجود، الثمن ديالو كيدير 10 دراهم. غادي نسمعوا من عند احد البائعين اللي كيبيعوا هذا المنتوج ديال السردين. تبارك الله، شوفوا كيف. صباح الخير سيدي، اسعد الله صباحك ومرحبا بك معنا اليوم في هذا البث المباشر. تفضل سيدي وقلنا اتمنى سمحتي. السلام عليكم خويا، بالنسبة للثمن السردين من 240 ل 220 حتى 1000 فرانك، 10 دراهم. هذا بشحال كيدير؟ 10 دراهم. هذا 10 دراهم، من مشى قايل سمحتي؟ قنيطرة مهدية. هذه مهدية. مهدية. مرحبا سيدي. مزيان جميل. عندنا اللولح. شنو سميتو عفوا؟ اللولح. قرب الميكرو يا سيدي. اللولح اللولح. نعم. اللولح من 30 درهم 25 درهم 20 درهم دابا داير له الثمن زوين. طاجين فران. جميل. ما فيه لا شوك لا والو، هذا عيسى نسول به. نعم. عندنا الميرنا. 50 درهم داير له 40 درهم. ثمن مناسب. نعم، هذا بشحال كيجي الثمن ديالها؟ 40 درهم. 40 درهم. نعم، شوف الميرنا هذه. الميرنا هذه. نعم. داير 1000 ريال داير له 40 درهم هنا. نعم. هذا الشتر البيض. ديال المهدية. هذا ديال المهدية. نعم. 10 درهم. 260 10 درهم. هذا الشيء اللي كاين. بارك الله فيك. هذا الشيء اللي كاين خويا. نهارك مبروك سيدي. كي داير البيع الشراء شويه، واش كاين شي اقبال في هذا المنتوج؟ تبارك الله يك. الحمد لله. كيف ما تابعتم انا متابعين غنشوفوا واحد احد المحلات الاخرين. صباح الخير سيدي. اذا ما كاينش صاحب هذا المحل، غادي نشوفوا تبارك الله المنتوجات الخير ربي موجود. هانتوما كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، ها هو الحوت تبارك الله موجود، الخير ربي موجوده. احنا اليوم كنتواجدوا باحد الاسواق ديال ولاد وجيه. كيف ما كتشاهدوا تبارك الله الخير ربي موجوده. هانتوما موجود والثمن كاين. نعم، هانتوما وعندنا معنا واحد احد اللي كيشريو. مرحبا سيدي بانا في هذا البث المباشر. تفضل سيدي. السلام عليكم ورحمه الله. كي داير الصديق؟ الله يطول عمركم. اش بغيتي؟ علاش بغيتي؟ انا كيجاك كيجاك الاثمنه اليوم في هذا السوق. الاثمنه غاليه بزاف. بغيت تبان ولا لا؟ بغيت تبان ولا لا؟ لا هاني بين. واخا سيدي تفضل. زعما اش بغيتي؟ ما كيبغيش يبان لك شي هنايا. لا نقول لك شي حاجه. نعم سيدي. حنا بلاد البحر ياك، قنيطره قريبه عليها البحر وكل شيء ياك. نعم سيدي. 40 درهم الشرب ما عرفت شحال داير السوق، غالي بزاف، المسكين ما ياكلش، ما نكذبش عليك، غادي ياخذ السردين ولا الشطون، حاجة أخرى ما يدورش بها، سول لي الكالامار 60 درهم، شحال غتاخذ راهو؟ شحال كيدير؟ لا هذا هو الثمن، الثمن غالي، غالي صديق، ملي كتشوف الخبزة بدرهم وكتلقى الحوت ب 40 60 درهم، كاين فرق كبير. نعم. باش طيب ولا شي حاجه راك عارف خاصك كيفاش غتعطي لوليداتك مره ولا جوج في السيمانه الحوت. نعم. وبلاد الحوت اصاحبي، البحر حدانا. نعم. والخير موجود. نعم، هذا الميساج المهم البركويات اللي كيبان ضروري. نعم ضروري، خاص واحد يحاولوا باش يخفوا شويه، وهذا الوقت راك عارف الكوفيد والناس ما خدامه، الناس ضايشه، غادي الدور تتعيا وغادي تشوف السوق ما كاينش، يكذب عليك واحد. نعم. قال الاثمنه غير اللي حطيتي يدك بحال العافيه. نعم. ما نكذبش عليك. شكرا سيدي، بارك الله فيك. شكرا، صباحك مبروك سيدي. كيف ما كتشاهدوا معنا احد الناس اللي كيشريو، قال لك الاثمنه شويه طالعه عندهم. انتم تبارك الله. صباح الخير سيدي، الله يسعد الصباح. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا. تبارك الله الخير موجود الحمد لله. شحال السردين اخويا؟ السردين اخويا 13 درهم. 13 درهم. من المنطقة هذا؟ هذا ديال جديدة. هذا ديال جديدة. تحياتي للناس ديال جديدة. تحياتي تبارك الله عليك. تبارك سيدي. تحياتي للناس ديال جديدة. تحياتي من طنجة للكويرة كاع. من طنجة للكويرة أكيد طبعا أكيد طبعا. هذا الشطون تا هو هذا كيجي من
هذا كيجي تقريبا من اكادير هذا. نعم. هذا شطونديل اكادير، تحياتنا للناس ديال سوس ديال اكادير. هذا الشرون كيجي من العريش. هذا الشرون كيجي من العريش. نعم. 15 درهم. نعم. هذا الفواجو كيجي من الصحراء، تحياتنا للناس ديال الصحراء. نعم اكيد، الصحراء المغربية. الصحراء المغربية وتبقى ديما مغربية إن شاء الله. إن شاء الله. هذا كنديروا ليه 20 درهم. هذا 20 درهم. الميرنا ديال المهدية. نعم. تحياتنا للناس ديال قنيطرة ديال المهداوة. هذا 40 درهم الميرنا. بارك الله فيك، نشكرك. هذا الروكان. روكان. روكان كنبيعوه ب 60 درهم، حاجة مزيانة، حتى هو ديال البلاد ديال المهدية هذاك. شكرا بارك الله فيك، نهارك مبروك. الله يحفظك، بارك الله فيك. شكرا بزاف ليك. قبل ما غادي نمشيو عند أحد البائعين، غادي نمشيو نتوجهوا مباشرة عند واحد السيد اللي كينقي هذا السمك. صباح الخير سيدي، الله يسعد الصباح. كي داير أنت بخير؟ بغينا نشوفوا معاك هذا تنقي السمك كيفاش كديرها. تفضل. القرب هذا. نعم. القرب بهذه الطريقة كتنقيو القرب. نعم. شنو كتحيد له؟ قول لي أستاذ. سهرا القشرة لي زيكاي ديالو. نعم. هذه الحوتة كتنضيها الفينيسو ديالها. هذه هي الطريقة ديالها. الفينيا القلب ديالها. الفينيا كلشي. جميع الحوت نقيها خويا. تبارك الله عليك أخويا. الحوت اللي جابوه أنا كنقيه. نعم. اللي جابوا الحواتة، اللي جابوا أي نوع كنقيه. كيفاش اليوم السوق؟ السوق ما بينه وبين مزيان، ما بينه وبين بعد نوبه تكون الاثمنه طالعه، بعد نوبه تكون الاثمنه هابطه. نعم. على حسب التراوح. نعم. فهمتي، الا كان شي حاجه طريه تيكون البيع والشراء. نعم. هذه اللي كاينه اخويا. بارك الله فيك، غادي نشوفوا معك نتبعوا معك الطريقه ديال النقيه. حيت قلنا لك عاد ديتي في هذه الحوته. نعم. 22 سنه. تبارك الله. تبارك الله، تبارك الله. الله يخليهم لك. الحمد لله. الحمد لله اكيد طبعا. الحمد لله على حسب السوق. نعم نعم. كيكون السوق عامر وكذا، وهذه الوقت انا ديال السبت والحد تكون اكثر من الايام العاديه، اكثر من الحد يكون شويه طالع. السبت والحد تيجيو الناس بزاف. نعم. تولي قضيه عليا عامره هنايا. نعم. هذه اللي جاب لي السنطه ديالها. هذه السنطه. هذه السنطه. دابا نشوفوا الطريقه ديال السنطه كيفاش كتنقى. السنطه الطريقه ديالها زوينه. ها هي رشيد. رشيد اك خويا ديال السيده دوبل اس ديالها. دوبل السيده عطاها دريس. ها هو ناضي خويا، عطى السيده ديالها. اذا هذه الله يخلف عليك الشريف. هذه السمطة. هذه السمطة، الطريقة تنقيها خويا. السمطة زوينة، السمطة أحسن ماكلة خويا، أنا عزيزة عليا السمطة ياك. دابا 22 عام ديال الحوت. نعم. عزيزة عليا السمطة بزاف، فاش كتجي كنشريها بالثمن وتنديها للوالدة، علاش؟ تمي تتقول لي السمطة مزيانة. الله يخليها لك. عرفتي علاش؟ الماكلة ديالها زوينة خويا. آه. ماكلة زوينة وكتجي عقلية يعني هي مزيانة. نعم. كتجي عمقلة هي، البنينة في المقلة هي وفانيكا. سبحان الله العظيم، هادو عطاهم من الله واعرين اخويا. البن اللي فيهم ما شاء الله ما شاء الله، فهمتي؟ نعم. وهذه راه السنطه كتحيد لهذا النيكلاج. اها. فهمتي هذا النيكلاج هذا خلال العظم ديالها هو. عندي واحد القناه ديالي راه فاتحه. اه ديال هادشي ديال التنقيه. ديال التنقيه. جميل جميل. شو سميتها؟ التنقيه ديالي راه فاتحه، راه الناس معايا المشاركين. مزيان تبارك الله. اخويا زوينه من الصغر ما قرينا ما والو. الحمد لله. ولكن الحمد لله. ناكلوا من النخبيات. الحمد لله. وحنا عايشين تبارك الله. تجي الموت الصافي الله يحفظك. الله يحفظك اسيدي. عندك ميداد. نحن عليك خويا. ها هي التفينيس ديالها. وريك هي التفينه. علاش تحيد لها الكرش هذا؟ اه. علاش؟ على حيت كتكون حاره هذه جيت مصران. حارة. كتكون حاره دابا شحال من نقاي تيفتحها من الوسط. اه تيخليها فهمتي، ولكن هذه راه كتكون حاره فهمتي، خصك تحيدها. الا كلا بنادم لك لهاد البارتيه وكلاها مزيانه. آه. ولا خليتي لهاد البارتيه في التنقيه هي كلها يجي حاره، لا دقه من هنا بدا من هنا ما ياكلهاش. علاه؟ باش كنحيدها كامله باش تبقى السمطه ليبر ناضيه. كتقردها ترونشيات. اه ترونشيات. ها هي الترونشيات ديالها. اه هذه يا خويا. تبارك الله يا خويا. صباحك مبروك سيدي، شكرا. كيف ما تابعتوا معنا متابعينا الفاضل، هذه الطريقه ديال التنقيه ديال السمطه وتنقيه ديال المجموعه ديال الاسماك. غادي نشوفوا هانتوما تبارك الله. شوفوا ها السمطه. ها ما عنديش هانتوما. سعيد شحال السمطة؟ ها تفضل. ها انتم تبارك الله. شوفوا سي سعيد صباح الخير. صباح الخير خويا. قول لي عطاه 100 درهم. عطاه 140. عطاه 140 حيدا خليك انا عارف. السلام خويا. مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. قول لي شحال اليوم كاين الشطون مخلط بالسرديك. هذا شطون مخلط بالسرديك. كنعزلوا الشطون السرديك بوحدو والشطون بوحدو.
دايروا له 260 260 وسط ديال الغليظ هذا براني دايروا له 260 حي ديال الشوايه هذا والفران نعم فين هاد السميطه هذه هي كنبيعوا له الحبه الحبه كاين اللي كنبيعوا ب 500 كاين اللي كنبيعوا ب 600 نعم كاين الصغيره ب 400 كنساعدوا الناس كاين هاد الشخار هذا هو مدير له 300 360 نعم ها هو شكرا سعيد الحوت راه في المتناول نعم والجوده المهم تكون الحوت الجوده وكنحافظوا عليه بهاد لاكلاص باش يبقى للمواطن مزيان تبارك الله واش اللي كنقلبوا حنا على السلامه الله يحفظ الناس ديال السوق السوق ديال تلهيا كنشكر السوق ديال ولاد وجيه فهمت الاضافه فهمت فهانتوما كيف ما كتبعتوا معنا المتابعين الافاضل هذه هو الاثمنه اللي كانت موجوده في السوق ديال ولاد وجيه بمدينه القنيطره صباحكم مبروك وشكرا على المتابعه والى اللقاء وكنتمنى انكم تبارطاجيو هذا اللايف